واحد يقول كل سنة طيب، أيهم أصلح رعويا وروحيا؟ أن يختار الخادم نوع الخدمة التي يخدم بها والمرحلة التي يخدمها، أم أن يقوم أمين الخدمة بتوزيع الخدام على الخدمات والمراحل؟ طبعا لو كل واحد مشي على كيفه مش هيوجد في نظام موحد في الخدمة، فبرضه كويس إن أمين الخدمة يقوم بتوزيع الخدمات والمراحل. لكن أنت ممكن تقول لأمين الخدمة أنا أميل لكذا ويناسبني المرحلة الفلانية والسن الفلاني وتتفاهم معاه.